قصة الجمهور تفرق كتير في لقاء زي ده؟ طبعا انا تفرق. كان منظر الجمهور هناك في دبي كان اخلي مثلا يخلي ميلا العام اللي عندنا يلعب، ينزل يلعب لوحده، يعني اي حد ينزل يلعب، يعني حته الجمهور والفرحه وشايف الناس بتشجعك. انا كنت تعبان، كنت مركب محل ساعتها في دبي، كان نفسي يعني شفت الجمهور ده حسيت ان انا ولا كنت تعبان ولا اي حاجه، عايز انزل العب، لا عايز انزل، عيطت ان انا عايز انزل. شيء الحقيقة يعني لا شيء نتمنى إن شاء جميل الله بإذن الله عودة الجماهير.